لما عرفوا انك انت نازل عندي وشرفني حلفوا 100,000 يمين ما حد يديهم الدرس في الجامع الا انت يا مولانا. عايزيني انا اديهم الدرس في الجامع؟ يا مولانا اللي ما يعرفك يجالك، ومين غيرك انت بس اللي هيديهم الدرس؟ عماد اخباره ايه؟ عامل ايه؟ عماد مين؟ عماد ابنك يا مولانا. الله، هو جيت المروحه تاني؟ ما تقلقش يا مولانا، احنا ناخده المسجد معانا نرقيه وهيكف وهيبقى زي الفل ببركه سيدنا الفول ان شاء الله. يلا يلا بينا يا شيخ حسن. ربنا يحوط عليك يا بولس، ربنا يحافظ عليك يا جرجس، المسيح معاكم، المسيح يحميكم. ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص، يعمل ايه بقى؟ يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خلع سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام، ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. انا حلقت يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلقت اللحيه حرام. رحت معلق يافطة عندي في المحل ممنوع حلاقة اللحية، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20-30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي أنا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول إيه؟ الشافعية قالوا إن حلق اللحية سنة، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصية. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن ما بتتعص، واهجروهن في المضاجع، احب حاجه على قلبه اضربوهن، لا شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام، والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دولي يا غلبانة يا مولانا، بعد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما دام رعاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي زغروطه وانت خارجه في قعي. يلا مع السلامه. خش يا ناه. عنات مين تاني؟ ما كفايه ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال.
عناية يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجه بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفه سبعه. سبعه؟ امال بشوفها قرد ازاي؟ دخت مخليتي يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاتره والشيوخ والاوليه، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ وما عملش حاجه؟ الشفاء على ايديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا، ربنا هو الشافي. الله اكبر، صلاه النبي احسن. ارفع الخلف يا عم، ابعد البتاعه دي عني. انا خلف وايه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعه دي. واحد واحد. انا يا عم ابعد البتاعه دي عني. انا خلف. واحد 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 واحد. ما ينفعش الرجال اللي انتوا عاملينها دي يا جماعه. اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم. واحد واحد. طب بس انت طلع له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طيور ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي في واد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن، انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعملك ايه حضرتك؟ تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم، ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضره الضابط، اصل هو مش حسن العطار. لا لا بس 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 يا جري يا ام عماد. الله، عماد عماد، انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. شيخ بلال، انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة.
القاعدة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما أنت دغري معايا. إنما هي إنما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها أحسن. قعدت قد إيه في أفغانستان يا حسن يا عطار؟ أفغانستان من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟ امال لو قعدت معانا سنتين ثلاثه هتعمل ايه؟ لو سمحت انا عايز اكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش أجانب. يا مختار باشا، يا مختار باشا. في إيه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها أيوة مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي، انا اللي بعتته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ايوه ايوه. ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرتك الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم. اللي تشوفه سعادتك يا باشا، مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، الظاهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه. وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر الله اكبر. يا حكومه قوم قوم، كل الظلم انعيت اليوم. 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 كنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا، انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديريه؟ دول هتفوا ضد الحكومه وعايزيننا بامام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاته. هو ما فيش غير ويليام شحاته اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاته؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجه من الاول للاخر. انا ما قلتش حاجه، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟
ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاتة. اه صحيح، جانيت بنت وليم شحاتة. اه اموره خالص. نعم، ده المني ارحم. طب تعال تعال ما تخافش، يلا اموره جانيت. طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جانيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريز. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بوداد في العماره. وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهيه، واوعى حد من العماره يعرف حاجه ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا كركس، اتفضل تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو عوزت اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يحافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل 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 حضرتك. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. ما يصحش. اتفضل يلا يا حاج حسن. بس ما تصحش نسيبه دلوقتي. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. اه ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني اجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا راجل طيب ومتدين يا استاذ بولس. ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسه يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه ووقع بيته وجي يستجد بيه هو ومراته وابنه. رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة أعزيهم والذين في الشدائد يا ربي أعنهم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. امرأة إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها. فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي. فقد زنى بها. تفوق الليالي. تفوق الليالي. كبرت يا جرجس. يلا خلص جامعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها في حاجة؟ لا مفيش. اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان. وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك. والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام وبالعشرة العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها مناخيرها طويلة. وانت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. اخ يا الله. اختشي يا عبد الهادي تهد. الله. جوزة الطيب وحجر النار دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله. مش احسن ممشي في الطريق البطال. والعروسة بقى عندها كم سنة ان شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن اليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك. ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه. بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا. حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. مؤتمرات إيه بس يعني؟ مؤتمرات إيه؟ إحنا لو قعدنا 100 سنة في البلد دي مش هناخد حقان. ما ها لا عارفين نبني كنيسة ولا حتى نصلح ضوء مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنة. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدولة؟ طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومة؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ احنا اللي مضطهدين.
ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسة، وتلات ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانة ما بيشتغلوهاش. على رأيك، مديرين بنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات استثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين. أي والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ أيوة صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازة، عيدنا مش اجازة، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمرا طيبا نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت؟ ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. سلام الله عليك. بقاء لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار، كان المرحوم اخوك بالنسبه لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عشان تجوز عليه الرحمه لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ اسامه وتكمل كفاحه لنصرة الاسلام. انت تقصد ايه؟ الشيخ اسامه كان امير الجماعه وهو اوصالك بالاماره من بعده. يا شيخ عمر، انا راجل مؤمن بعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، انا ما احبش يكون لي اي انتباه لك مع الدينيه. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها حب وما حبش. بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجامعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها.
وانا ياما نصحت اخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ وفي احسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا اخوانا. عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجه وحشه في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم، احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا. ايه اللي حصل بالظبط يا شيخ محمود؟ نسافر نسافر امريكا يا بولس. انا مش قادره اتملك اعصابي. ده لو عيل ضرب بومبا في الشارع بتجنن، لو عجله فرقعت بتفزع بموت. انا حاسه اني هتضرب بالنار في اي لحظه، اي صوت جنبي بيلبشني. باسم الصليب. ايوه يا ويليام، نشكر الرب يا ويليام، انا كويس ما فيهاش حاجه، وجرجس كمان كويس ما حصلوش حاجه. ربنا حمينا يا ويليام. متشكر اخويا. ماما عندها حق يا بابا، احنا لازم نسيب البلد دلوقتي حالا، وهنخلص من جانيت بنت ويليام شحاته. عايزين تسيبوا مصر؟ العذراء ومعاها المسيح لما هربوا جم على مصر، قوم احنا نسيب مصر؟ مصر دي بلدي وطني، انا لو سبت يا بلدي اموت. ولو قعدنا فيها هنموت يا بولس. مش عرفك ان احنا هناك هنكون في امان؟ مش يمكن الخطر اللي احنا هربانين منه هنا نلاقيه اخطر هناك. مين؟ ابدا يا استاذ بولس، انا لواء مختار سالم من امن الدوله. اولا قرار السفر لامريكا ده قرار خاطئ، وفي التوقيت ده بالذات. انتوا كنتوا بتسمعونا؟ ومع ذلك لازم تختفوا لمده 6-7 شهور في مكان امن تماما. نروح العراق، وهو المشاكل هناك سنه وشيعه، واحنا بره الليل. انتوا لازم تسيبوا البيت ودلوقتي حالا. نروح فين؟ لقينا لكم شقه بشكل مؤقت في المنيا. فين؟ طبعا يا استاذ بولس، انت مش هتقعد في المنيا باسم بولس ولا بصفتك رجل دين. امال هقعد بصفتي ايه سيادتك؟ دلوقتي تعرف، زمان هم بيطلعوا البطايق باساميكم الجديده، واحنا دايما هنبقى على اتصال بيك. وده كان مستخبي لنا فين ده بس يا بولس؟ ما تخافيش يا ماتيلدا، احنا في حمايه الرب. باسم الصليب. مين سعادتك؟ سيادتك في زي اللي جاي دلوقتي. حسن عبد الحميد العطار. مين؟ انت اسمك حسن عبد الحميد العطار. انا بقول نسافر احسن يا ماتيلدا. والمدام اسمها زينات سليمان عبد العاطي. عبد العاطي؟ واللي فندي حسموه ايه؟ عماد. عماد برضو تمشي كده وكده. انما اللعبه دي كلها علشان ايه؟ مش قادرين تحمونا؟ قولوا لنا، انا مستحيل اغير اسمي. ما حدش قال انك هتغير اي حاجه يا اخ بولس لفتره مؤقته. انت شخصيه معروفه، واخفائك شيء صعب جدا. يعني لو رحت قعدت عند اي حد مسيحي اكيد هتنكشف. عشان كده احنا شفنا انه من الاسلم انك تقعد الكام شهر اللي جايين دول في بيت واحد مسلم في حاله، لا يعرفك ولا تعرفه. ولو اتضايقت هناك احنا مش سايبينك، احنا تملي معاك وجنبك، يعني الموقف تحت السيطره.
ازيك يا حجة؟ اهلا اهلا يا شيخ حسن. ايه النور ده؟ امبارح عدى عليا حاج عمران وقال لي يا بلاد الشيخ حسن حاج يسكن عندك، قلت له على راسي من فوق وما سابنيش طول الليل عمال يوصيني عليك. الظاهر حاج عمران بيعزك قوي يا شيخ حسن. حاج عمران مين؟ حاج عمران، حاج عمران مين؟ حاج عمران يا ابني. ما شاء الله ابنك ده يا شيخ حسن. اه ابني جرجس. عماد، عماد، عماد بولس ال عماد حصل عطار يا جرجس. عماد فلفل. عماد جرجس. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده النور اللي هل علينا ده، نورت يا شيخ حسن. يا اهلا بيك وسهلا. الله يخليك يا شيخ بلال. الله يبارك فيك، يا اهلا وسهلا. طيب افوتك انا بقى على ما تشم نفسك وتغير هدمتك وعدي عليك عشان ننزل نصلي العصر في الجامع انا وانت وعماد. طيب على اذنكم يا جماعه. هتروحوا الجامع يا بولس؟ انا مش رايح جامع يا بابا، ويحصل اللي يحصل. الناس دول لو عرفوا ان احنا مسيحيين هيقطعونا حتت. اسمه الصليب. لا، ولو عرفوا ان اسمي جرجس كمان. اهدوا كده، ما تخافوش، احنا في حمايه ربنا. اسم الصليب مين؟ افتح يا شيخ حسن. لسطور يا ساتر، لمؤاخذة يا شيخ حسن، حاجة كده يعني على مقاسه. الحاجة أم إسلام بتسلم على الحاجة أم عماد وهتيجي ترحب بيها كمان شوية. ملوش لزوم التعب ده كله يا شيخ بلال. إيه ده كلام برضو يا شيخ حسن؟ ده النبي وصى على سبع جار. يلا بينا عشان نحل العصر. متوضي ولا هتوضى في المسجد يا عماد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو مال الجار اللي واقف فيه؟ لا ده عنده مروحة أصلا. مروحة؟ أيوه. طب لا لسه بنرقيه. لا 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 لا, لا 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 أنا عارف أفواه أنا وأمه. طيب أنا هروح أصلي العصر وأجي أطمن عليه. السلام عليكم. مع السلامة يا شيخ بلال، مع السلامة. قوم قوم يا جرجس، الراجل ماشي. قوم انت، هتفضل كل صلاة تجيلك المروحة دي؟ دول بيصلوا خمس مرات في اليوم غير التراويح. انت متأكد يا شيخ بلال؟ الشيخ حسن العطار بنفسه. الله، هو انت تعرفه يا مولانا؟ ايه اللي اعرفه؟ هو في حد ما يعرفش الشيخ حسن العطار؟ ده عالم جليل، قطب اسلامي كبير. انا اول ما شفته دخل قلبي على طول، وشه سمع وعينيه بينط منها النور. الا هو ما جاش يصلي معانا العصر ليه يا شيخ بلال؟ الراجل كان متوطي وكان جاي يصلي معانا، انما لا حول ولا قوه الا بالله، ابنه جات له المروحه. المروحه؟ ايوه سارق. قلت له خلي جنب ابنك، ان الله غفور رحيم. انا اسف يا مولانا، انا اسف والله، ما هو ذنبي يا مولانا، انما الاخوه في المسجد. أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح، والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمد امال، اجمد يا مدام، اجمدي كده. لازم تجمدي. انا جمدت خلاص مستي. ما تجمديش قوي كده يعني، هو كان لغط كده بس. الله يرحمك عطية. والله والله ما اعرف الا دلوقتي. عطية كان رجولة.
كالرجولة. طول عمره كان يحب الضحك والفرفشة. أي أيوة والله، بس شهادة لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه، وكأنه حبيبي كان حاسس إنه ماشي يا حبيبي. أي أيوة والله، أنا اللي كنت جاي أشوفه ألاقي نفسي جاي أعري فيه، قصدي أعزي فيه. تعرفي حضرتك ما كنتش أقول له بني طاطا. أي أيوة والله كان يحب كلمة طاطا دي أوي، بدلعه طاطا. اخبارك يا طاطا؟ وهو بقى يقول يا ميح كان انا محسن. قول لي ازيك يا محسن. محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين. محسن جه، طاطا راح، طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل. يا حبيبي يا هاشم قهوه. ولا بيه؟ بيه رسالة. محسن بيه هنداوي. سيادتك انا اسمي رأفت، شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك. سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب. انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب يا رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس، على شويه سوداني سخنين، على شويه كاجو، ها؟ عشان دي الظاهر انها ليله حلوه. ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه. أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسة الحمد لله. أحسن ميرسي أوي. لا 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 لا، أنا عايزك تبقي مؤمنة كده، لازم تكوني مؤمنة. لا لا لا، أنت بتعذبيني كده، أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزة؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه. اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير. اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه. هو اللي انا دخلت عزه غلط بقى. انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه. الثانويه بتاعته النهارده. ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك بس ما تصحش كده قدام الناس. دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. بنت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي رافض. عينيا يا باشا. قلت لي بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها عينيا يا باشا. والنبي يا باشا سيادتك، يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعد جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شوية بقى باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونة مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت. أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وأنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي. اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط.
شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل إن سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا حد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعته لي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوسي وانا حامل. طب وديني ما انا مديك اي حاجه. ايه رايك بقى وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتي. فاكر انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعشين من هنا، تعشين من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها ايوه بس اسمع. لا استنى استنى، معكش كوريك؟ كوريك اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع، انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي ماشي ماشي. استنى بس طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على الاكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا.
الولاية دي مجنونة يا رأفت. أيوة باشا، وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ أيوة باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضي وعلى المليانة. هو إيه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجة، بقول لها أنا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. أنا باشا مش مصدق نفسي. أنا بتكلم مع السيادة. أنا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا، وأنت بتحكي عن قصة كفاحك وإزاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت أهم رجل أعمال في مصر. بص بص يا رأفت. أيوة باشا. أهم حاجة في رجل الأعمال إنه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك أنت أخويا، عنك أنت. أيوه عارف رجل الأعمال لما تجيله فرصة لازم يثبت فيها، يمسك فيها ثابت، ما سيبهاش. ما سيبهاش أبدا. يا سلام. نلبسها قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه ما يصحش يعني. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. لطفي استنى يا لطفي يا الرب. هي دي بقى الطاهره الشريفه استهانم. ها لطفي، دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله موجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها لقيها بنت لا ارجوك ما تقولهاش. بليز ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه؟ إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فاتحه من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفاتحه ولا بعد الفاتحه؟ جوازها اصلها متعسره شويه. الله، انت كمان متعسر؟ الدوله مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ انت خطيبها من حركه كفايه؟ لما تبقى الشقه التعبانه اوضه وصاله ب 80,000 جنيه تبقى الدوله مش عايزه. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية.
سيادتك عايزني اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية وليفني وكندريزا رئيس. الله مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك ده انا طب ساكت، يعني انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني سيادتك مالك يا ابني فيه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبه يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. انا بقول نفسخ الخطوبه وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدوله مش ناقصه سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ انت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك. توك توك؟ ايوه التوك توك. زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصرة، ده غير المنجد. منجد؟ حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت مقفلة في وشي زي الدومنة، والحكومة نازلة في تصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكوا. الله يخرب بيت الديمقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ودينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس. انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تداني، تقوم تديها لحسن العطار تستحصلها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم. سعيده يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي يا انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني. لا يا هاني اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء النور.
بابا هي الشقة اللي وصلنا سكرت؟ أيوة الشيخ حسن العطار. إيه؟ حسن العطار؟ طب تيجي إزاي دي يا بابا؟ دول أكيد بقى جايين كوسة. سيب أمك تعرف تقرأ في المصحف. يلا ادخل جوه ادخل. مساء الخير يا أستاذ مرقص. مساء الخير. أنا أبونا بطرس حنا كاهن كنيسة نرجركس والآباء الكهنة من الكنيسة. أهلا وسهلا. إحنا جايين نقعد مع حضرتك شوية. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقة نورتوا الشقة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الأستاذ ويليام قال إن حضرتك كنت في أمريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئة رب المجد تطلع معانا رحلة الكنيسة عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركة الأنبا موسى الأسود، ونعدي على العذراء السوريان وملا جرجس الخطبة، ويريد كمان تصلي معانا البصخة. أصلا أنا لسه راجع في السفر يا أبونا، ويعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على 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 لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. أيوة أيوة أيوة. أصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده إحنا جايين نعمل لك صلاة تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك وأولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا أستاذ حسن، إحنا جينا لك من غير لائحم ولا دستور. لائحم ودستور ليه؟ تفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام موصى على سبع جار. وتشاكر خالص، خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه يعني؟ انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك. احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجة. ويليام شحادة ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرأ لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين. لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. إن
ربنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله يا الله خير الحياة وخير الممات وثبتنا وسق الموازيننا يا الله يا الله شاقي ساساناتوس خلق مرسين وجناتي أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ازيك يا حاجة أهلا أهلا أستاذ موريوس اتفضل اتفضل أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حرفا يا شيخ حسن أهلا وسهلا أستاذ مورس أهلا وسهلا تفضل أستاذ مورس تفضل خطوة عزيزة يا شيخ حسن أنا من أول مرة شفتك فيها وأنا عارف أنت مين وجاي هنا ليه ما تخافش سرك كبير أنا عملت كده مضطر يا مورس أخويا أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرقص. صح. أنت مسيحي طيب يا مرقص. شاي يا أم عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهاردة نص شعبان. نص شعبان طبعا صايم امال ايه الشاي ده عشانك يا مرقص كوبايتين ما احنا عندنا كده الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين واحده زياده وواحده ساده اتفضل اشرب لا لا اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط معلش بلاش الشاي عصير يا ام عماد لا 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 العصير بيرفع لي السكر شويه ميه يا ام عماد لا لا اصل معدتي وجعاني خليها لبعد المغرب حب اجي افطر معاه السلام عليكم مع السلامه مسيحي طيب مرقص شوف لك حل في ابنك ده جرجس ماله كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع امسك كلم اللواء مختار يتصرف ينقله جامعه القاهره بدل ما سنه تضيع عليه بلا تي ان تي شديدة الانفجار يا مختار ماشي يا مختار ماشي في ايه يا فوزي تليفون عشانك يا ماشي
في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس بدوعته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشا. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوه لي بس اكلمه عمل معروف. ايوه مصر يكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المانيا. ايوه ايوه لازم نشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلا تفرق لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان وصيف، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجه. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين يا سيدي؟ خليه يحضر المحاضرات بقى يا صفا، وانا حرمتك كل حاجه. معلش انا بتقل عليك، ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي افهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعاده تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم ما تقلقي، اطمني خالص. اهو الشمنول صحى يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو موريس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. اه جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ اطمن يا حبيبي. يا عم اطمن بقى، كل حاجه زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار، يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبله فجرت بنجاح وكليتنا زي الفل، مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقي الدماغ. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لا بطل اليومين دول ما تبلش وهم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك احمد. ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدا، هم اولى بيها، وانا كمان ما اقدرش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطه اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجه، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاته، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه.
على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف. ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن. اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. اه بس خلص يا استاذ مرقص. لا والله ابدا خلص يا شيخ حسن. الاول انا ما ورايش حاجه. ما يصحش يا مرقص. طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ تحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمر. يا عم خليك معايا. ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها كنت اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص. ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره. المغرب لسه مدن. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل اتفضل. شوف بقى يا مرقص انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجوهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا جامد. لا ده بالذات ملوش دعوة حضرتك بس دخلته كده مش حلوة. اهلا استاذ جداوي. لا 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 ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل. ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا. انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه. مصانع مرجان بتاع سيادتك انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه. معلش بقى العتب على النظر. اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط. التكييف عندي احسن. اتفضل كويش. اتفضل يا راجل هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ. اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا.
اهلا وسهلا. اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 وعشرة يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجة، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيدة زينب، شلها ام هاشم. شلها ام هاشم، انا دايما اصلي جمعة هناك. السيدة زينب ده حي جميل، في روحانيات كده وحاجة جميلة الحقيقة. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده يا جماعة، يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده، يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يمين. انا عندي عيلين خربين بيتي. احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد عدي يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله يا جدوبي 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعم تمام. انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه، وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ 50ات. 50ات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركة اقتصادية محترمة، اوراقها محترمة، مفيش غلطة واحدة. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركة عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربية الأستاذ عدي الجديدة وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضه؟ لا، أصله كان عايز يركب عربية 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. ما احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان أم حسن. بس الواد عدي ده مرزق، وش السعد. كنت في العراق وأمه ولدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، قول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين قال له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليا بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا، ده انا كنت في الاردن، امال رحمه جت والدتها هناك، سميتها علياء، الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا.
والمساء المسا معنا ايه فلة. وقريب قوي حلخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور، فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم، قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه، انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد؟ واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل، تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. انا من بكره هعتصم لهم في الكليه، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. اه فعلا لازم كلنا نعتصم. هي مش الدكتوره هتعتصم برضو؟ اه انا هعتصم معاكم. دكتوره ايه دي يا ضياء؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن يعني ايه؟ يعني حضاره. حضاره. حضاره فعلا. انا اول ما شفتها لقيت عندها خلفيه حضاريه ممتازه. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضاريه حقيقه يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه يعني. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واقعد املسها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبه. انا بديك صوره بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقه ويجيلك رعشه اروح حاضنك على طول واقعد املس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبه بالظبط. اودي بديك صوره يعني. مش بابا مش يلا يا ابني بكلم الدكتوره بتاعتك، هي اختك هتطير. سوري دكتور مايكل، يو دونت هاف ذا رايت تو سبيك تو هير ذات واي ايفن اف شي هاز ا ديفرنت اوبينيون فروم يورز. شي اولويز ديسجريز وذ ماي اوبينيون، شي از ا ترابل ميكر. كام داون بليز، we are not here to fight. We are here to discuss. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء بابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جيهان بتاعتكم دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب وردي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليله. لا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت تاني بعديه. اه اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة؟ لا عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. هو مات راخر؟
نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا، دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه الدكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش، انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور، ما زعيش من اللي هقوله. يعني انا شايف ان حضرتك انسان عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ ترى يا اخ محمود الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتله دي، نفضي نفضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجراك كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعد. ايه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا كلامي المكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان دي اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شغال مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمع يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص هنا، صوت الجامعة كمان. وأي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. أنا بقول يا باشا إحنا نلم الموضوع أحسن. يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين أنا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه؟ ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان، وإننا أعاهدكم من الآن
أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم أنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق الحافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما بقوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجره. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للاسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتوره جيهان مراد اللي نازله في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليا الصبح. اصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلك سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره جيهان. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا ناس عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما بسلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير، الانتخابات دي مزورة. شوف الواد. يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيه بتاعت شادي بتقول بننام على صدرها؟ اه. شوف يا محسن دي حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعفوا البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه اتصادروا تلاقي اللي بره. كده برضه يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا محسن بيه. عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب
دي مشهوره؟ مش قوي. عمل كليب واحد اتعرض مره وتشال. تشال ليه؟ بس كان خارج شويه. خارج اكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا عايز اعمل لها شريط. شريط واحد؟ نعمل لها شريط نجح نعمل لها التاني. انا اللواء شديد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيهن داوي؟ موجود فوق يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط. اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها. دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. انا في يا فندم يا دوب سواد الليل. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه. محسن بيه؟ ايه؟ في مصيبة بره. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ بوليس الأداب؟ لا مش بوليس الأداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الأموال العامة. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجة مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعصرنا شوية. علينا مبلغ ما يذكر حوالي 800 مليون دولار. أنا اللواء شديد عبد القوي. اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. أنت اسمك إيه؟ فرج. يا فرج، هات الجسترينج بحياتك. جسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني، دي بتاعت عينة بول. الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده، اللي هو اللي عارف فيه بتاع في حتة حمرا كده. ايوه هو ده. هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. ها هات البوكسر. البوكسر مش البوكس، البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب اتفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جرو بوكس وانا جاهز. ده اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ تمام تمام. فص على الباشا. اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا دياببي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وأديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا، مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم. في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر، واخد بال حضرتك، وتشد وتصغر وتطول وتأثر، هتبقى مضمونة 100%. هتسدد للبنك على طول.
يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهله كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نقصر ومن غير اي حاجه. طيب احنا هنعمل اعاده تقييم لاصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 يا شيخنا، الحقيقه احنا عندنا كل حاجه. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده اول واكبر مصنع للصناعات الثقيله في مصر والشرق الاوسط كله. يا ام ابراهيم. ايه ام احمد معاكي؟ موجوده اهي يا بيه. افتحوا البيبان. مين دول؟ دول البرودكشن مانجر بتوع المؤسسه كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والانفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنه الاساسيه في البنيه التحتيه بتاعت مصر كلها. انا مش شايف اي حديد خالص. لا اصل النهارده اصل نص يوم، فبنشتغل يعني بنشتغل بنص القوه بس. يعني اشتغل شغل كده. يلا يلا. ايوه اشتغل شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني تعمل صلاه النبي، شوف النار طالعه ازاي، شوف النار كمان، شويه نار حلوين. ايوه بس 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 كويس قوي يا حلمي. كم حديده كده من النار بتاعتهم. التليفون في حتت مبلوله، والباكج بتاعنا، ويوصلوا لبيوت الساده المحترمين عشان الاولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجه زي كده. ده بقى يا باشا ده صلب من افخر انواع الحديد في العالم، ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ها؟ ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب، ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله، بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات، اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصوراتي بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده أول وأكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الأوسط. الحقيقة احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لأن اتضح إن الإقبال عليه في السوق شديد شوية. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. أنا بقول بلاش، أنا عشان الدخان، عشان ستر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء أجانب اسمهم الخرمونجية، دول اللي بيحددوا نوعية الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للأسف أنا كان نفسي أقدم حاجة بس الدخان كله سحب. يا حلمي. أمري فندم. علبة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي. كيوي مليانة كيوي، تروح للأولاد في البيت عند الباشا. تجي صورة يا فندم. تجي صورة بسرعة. أولاد مين؟ أولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروة الحيوانية، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوه يا فندم. بتفضل لك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. أهلا يا فندم. أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. قطع البطة كده حتت حتت بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت. يلا نبدأ وهو من هنا. مين دول يا مؤسس؟ مش عارف. إحنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الأرض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ ما ينفعش كده. في ايه؟ هات سكينك. انت عارف انا مين؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملت اشعه؟ نعم اشعه. اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟
لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكريم بتاعك يعني عايزين دي بقى تبقى كلها حتى كده عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا. ابو سيدك طلب اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي. اشوف ولادي. لا هنا زياره ممنوعه الحقيقه يعني. طب 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 استنى 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 استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل بستين نيل، انت مفيش حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شوية، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء شكري باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك. حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده. وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى. عباس شريك يا ابن سيادتك. اخباره ايه؟ تمام تمام. ده حتى هنا من الصبح. يا اهو شرف يا سيدي. اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بوبك؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجينيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. ها الواد ده لازم تبقى خروف. اقعد اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها. ملاهي؟ انا عايز اروح الملاهي ده. ثلاثة بالله العظيم هراجع. من بكره هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر. ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. دياب لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف حلو. بوبوس. نعم؟ بوبوس. دي نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد. اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس.
ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن، دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ حاجة طلعت يا ثروت! بنت اتحرم! خسرنا كل حاجة! بنك مانهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! يا رامي! طب يا ثروت اجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيسلح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو عالحل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر. اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرنا امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه. او ده بقى لينا عنده كاش يعدي 7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال 40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشري بس حبيت جسم نبلور با Ne fais pas comme ça, chérie. Je suis malheureux. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, chérie. Merci, ah oui. Tfadal. كل يوم يعدي عليا أصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت إن أنا دفنت معاك. بعد الشر عليكي يا موجة. مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك. أنت في حس شبابك. وألف راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي. واطي قوي. ما سابش واحدة من أصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت أقفشه بيلعب في مناخيره. أقول له بتعمل إيه يا عطية؟ يقول لي بتسلى. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل. يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط إصبعه في بقه. يعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع. لكن أنا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات. هفضل مخلصة له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جنتي طلع ذوق مات بدري. الحمد لله. راجعه هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مهجة هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان، اوكي؟ ماشي. على فكره لطفي الماس بقى عليكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شويه. ما يصحش، ده كان صاحب جوزي. الله، وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جونتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كوليه ديامون يجنن يجنن سينيه بالجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا،
يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتة ودلع يا يقول لنا تغير. ايه اللي انت بتعمله ده يا حيوان؟ يا دي نانسي عجرم حضرتك. في العزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة. حضرتك. راح فين يا راجل؟ انا فاهمها، هتفهمني هي محتاجه حاجه، ده حاجه بسيطه. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي الحيرة. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخير. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكل. ايه؟ تعالى دوق اكل. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو لو مغفل. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حسن واقع في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو ده رجل عفريت. البتاع الخشب ده؟ ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه ده يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل، يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت، يلا، يلا بلا هبل. الهي ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير. بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليها مجنونه. أصل بره. هي بتقول رجل عفريت. بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار مطلع ما يقص صاحبه. يعني جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في الشغلانه ده. انت بتنفخ في ايه هتقع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال معلش ما تزعلش مني. بكره هبقى كويس قوي اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي هتنفخر بيا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟
عم الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانة حلوة خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفزني من هنا. امي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو، قوم فيك انت اهو، قوم يا خالتك كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجاني. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة قوي، شوف الكوسة عاملة ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهاردة ما تلاقيهاش بكرة. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساية عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت او بالمرة تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هجر ايه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال. كوباية الشاي تقيلة يا ولا. احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللي حتفوه. شيلوا الواد من ابوه. السح اللي لحت فوق. شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فات؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في سد الدهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يعمل حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي.
بقول لك ايه، خد يا حسنين دول وموصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال لا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا مسوق. أديني افتح لي الصخبطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي ما تتناش الشروق كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى اصحى. يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مش عايز 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 الخير. مش عايز 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 الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ فاكر هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته انفشة وشكله انشطة. طب ما جهزوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني خلينا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ده؟
سي خليل يا حمار. الغبي يا حسنين. انا من مؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتكة. أنتكة؟ أنتكة إيه؟ غزق عين هيأكله الشهد. غزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا إيه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم. حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة عيال. طب خلاص انت استاذ لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال هناك. تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يعيشني الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قاطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. يا الدنيا هتطير، مستعجل ليه؟ في العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ أنت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي، أدي جنيه أهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو، ادي تعريفي وادي تعريفي وادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. انت واحد يا حي. انت واحد طنطة واحد منك لله يابا، طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ طنطة واحد. ريه واحد. طنطة واحد.
قول يا حبيبتي ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش لاقي بيرد على حد دي؟ المنصوره اتنين صوفيا صوفيا الاسمى طب عندي شفا صوفيا صوفيا طب عندي شفا اشرب اديني واحد من ده وحد ابوه صوفيا ايه صوفيا صوفيا مين بقول لك تشرب صوفيا اشرب من ده وخلاص ما هو يطلع زي ما يطلع عناية سونيا جميلة جميلة قوي هات شوية بقى فوق البيع فوق البيع ايه يا اخينا واحنا فاتحين سبيل طب يا اخويا ما تزقش قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي امشي كده ولا امشي كده تمشي له كده ولا كده يا اخينا ده انت مشوارك بعيد قوي ده في المعصرة واروح ال 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 المسهرة دي اروحها ازاي يا اخي اطلع من نفوخ انا مش فضيلك اول مرة تنزل مصر ايه اول مرة تنزل مصر ايوه انا اول مرة انزل مصر لا انا ما قلتلكش ما قلتليش ايه مش انا امي ماتت الباقية في حياتك حياتك الباقية صحيحكم مشكور ما انجلكش في حاجة وحشة وتعبت نفسك وجيت لهم مار نعم انقهرت عليه هي اللي كانت فضلاني من الدنيا لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء كانت حطاني في نن عينها من جوه وانت اصلك من ايه انا من خربتها ايه من خربتها ايه في بلد اسمها خربتها ايوه في بلد اسمها خربتها امال انا هضحك عليك ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف خد استقرا لي بقى قريبك اللي في الورقه دي قريبي قريبي ده ايه ده خالي لزق قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني هو بيشتغل ايه ده بيطلع في العلالي قوي مهم بقى الا مهم من غيره العماره ما تتبنيش هو اللي بيطلع بيه انما انت قاعد هنا ليه مستني حاجه مستني العربيه اللي هتاخدني طب انا اوصل لخالي دي ازاي شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق باب ايه باب اللوق باب ايه حته اسمها باب اللوق ايوه الاوتوبيسات اللي هناك دي اللي هناك ده هي اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المعصاره نزلني فين المسعره تنزل المسعره أيوه. المعصاره ايوه تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد تشكر قوي يا حضرتك العفو تشكر قوي يا سي حضرتك اسمك ايه ما يهمش تشكر قوي يا سي ما يهمش ما يهمش ما يهمش ازاي اسمك ما يهمش محسوبك الدسوقي ابو عجله ابو عجله وانا اقول شفتك فين شفتك فين باين اني سالتك ابو عجله تشكر قوي يا اخي مع السلامه يا بلديه يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن الصوبيا لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ خد يا سيدي خد اهدى قرش تعريف قرش تعريف دي الكوبايه 8 10 ساغ عشان ساغ ليه شويه الميه البيضاء دول 10 ساغ اه خد ايه ثلاثة تعريف اهم حلو قوي كده كويس فتحش وسطك محدش يدفع اكتر من ثلاثة تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانه دلوقتي باب ايه يا برتوشي باب ايه باب الوزير هم الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه يبقى هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا شعبك يلا يلا بينا يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برتوشي باب ايه حوش حوش هنداوي هنداوي انت هنداوي ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخاف ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل
يا ولية إلهام يا ولية، مين حاجينا ساعة زي دي؟ إلهام أمي راجل افتح هدي. طيب طيب انكتمي باي. مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي، مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم، ده انت غلبان. قومي ولا في الزهوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانية كده وانت غيتني، خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدلة لغاية ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيشي. تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجة وحشة. بقيت يتيم الأب والأم. طب مش كنت بعتني؟ ما أنا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمدة قام بالواجب وزيادة، كتر خيره. ما بقاش ليا حد أبدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك أنت وخالي يا مرات خالي. طب أقول لك إيه؟ إيه؟ تعالى أقعد هنا. أنا هنام هنا. ده أنا بنام هنا. ما تنام أنت على الكنبة وأنا أنام هنا يا خال. يا ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده أنت عليك تحكمات. فاطمه بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي واحد اهدي، احنا ناقصين. ايه ما يصحش، انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده. هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا صحة تهد جبال، انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاد، معلش الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك، مطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو ايه؟ مش كفاية جاي تاكل معانا أكلنا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا وليه يا عيب يا وليه. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. شد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا علي. يلا شيل. يا ولد خمة فنك. يا نهار ازرق.
ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا قلت؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا هاله اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا هاله وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده؟ طب حس وصل. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شوية؟ اتمشى اروح فين في ساعة زي دي؟ ايه؟ روح في اي حتة يا اخي؟ اقعد لك على قهوة؟ الله، قهوة ايه يا خال اللي راح اروح؟ أول مرة الاقي خال عايز يتلف أخلاقي ابن أخته. شوية شوية تقول لي شبوري. خلاص، خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد أهو. طب أقول لك إيه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه؟ حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. الله، انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ميلة على ودانك يا مراد خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عتب. حاضر يا خال. حاضر. العيشة تقرف يا اخي. ما تخليش بالك، ما هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الله، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول أخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم أكل عايزين ياكلوهم من ورايا. أمال إيه اللي إيه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ أيوه. مسكويت. وإيه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ أيوه. بيعملوا به إيه دي؟ وإيه الأحمر دي؟ شاي. شاي أم حسن؟ مفيش يا ابني أم حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ.
عصفور. فين؟ جبته اهو. اهو هشام محسن اهو. مش دي هشام محسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش هشام محسن؟ هو هشام محسن ام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم تخمي؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم هشام محسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعش. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام. أنا مهجة النشر، حرم المرحوم عطية أبو سيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، يجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا على إيه؟ شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح، والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمد امال اجمد يا مدام اجمدي كده لازم تجمدي انا جمدت خلاص مستي ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس الله يرحمك عطيه والله والله ما اعرف الا دلوقتي عطيه كان رجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه اي أيوة والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي اي والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا اي والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه طاطا اخبارك ايه طاطا وهو بقى يقول يا ميحة كان انا محسن قولي ازيك محسن محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين محسن جيت طاطا راح طاطا جيت كانت فواح اللي انت بنتك تروح يا حبيبي يا هاشم قهوه والبيه
بيرة ساعة. محسن بيه هنداوي سيادتك، انا اسمي رأفت، شغال هنا، انا من اشد المعجبين بسيادتك، سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب، انا سيرفيس على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني، وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها، انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى. طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو، ها، عشان دي الظاهر انها ليله حلوه، ليله حلوه قوي. عينيا يا باشا. وانا كان عندي عز من عطيه، انا كنت بحب عطيه قوي. ازيك دلوقتي يا مدام؟ مش كويسه الحمد لله. احسن ميرسي قوي. لا 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 لا، انا عايزك تبقي مؤمنه كده، لازم تكوني مؤمنه. لا لا لا، انت بتعذبيني كده، انت بتعذبيني، عايزك كده تبقي مؤمنه و... ها، بس بس حبيبي، بس حبيبي يا هاشم. مش هبره يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعزه؟ ده محسن بيه هنداوي، صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك. امشي. هو كان في زعطيه، كان جدع وصاحب صاحبه، اه والله عمره ما كان مليم على حد، عشان كده ليلته زي الفل فل. لسه مقابله من اسبوع في الجيم، كان طاير من على الارض طير، اه والله زي الفراشه، كان خفيف الله يرحمه. بتقول قابلته امتى؟ من اسبوع. قابلت مين؟ عطيه الله يرحمه، هو اللي انا دخلت عز غلط. بقى انت قابلته من اسبوع؟ يعني اسبوع 10 ايام كده. الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده، ميت من سنه. ميت من سنه؟ امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت؟ وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقول لك، بس ما تصحش كده قدام الناس، دول اصحابي الانتيم، ما بخبيش عنهم حاجه. لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد. اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اورفار. اورفار يا روحي. اورفار، مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. انت حلال يا بنت. باي يا راوي، ميرسي. بونوي رافض. عينيا يا باشا، هات لنا بقى ازازه تانية عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها، عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى الشاب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده. تعالى ده عايز ايه؟ شوية بقى باشا بسطرمة على شوية جبنة على شوية لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونية مخللة كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلمية الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجة يا زفت، أطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ ما أنا مش عارف أتكلم وأنت عصبية كده. تعالي اقعدي، اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. أنا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، أول وأكبر مجموعة اقتصادية في الشرق الأوسط. شوية زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونة معصفرة بقى كده على مزاجك. ها، يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجة يا زفت. الواد ده جدع قوي. أخيرا مهجة وافقت عليا. ياه، أنا مش مصدق نفسي. أنا ما قلتش إنها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزة بتاعتي الأنثوية وباعتباري ست بفهم، أقدر أقولك إن مهجة بتموت فيك. إزاي؟ مهجة إنسانة مش عادية، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى أكيد معجزة. هو ده بقى اللي مخليني مش عايز أفرط فيها. أوكي يا محسن بيه، صدقني أنا أول مرة أعرف إن المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمرة تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك.
طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ ال7 مليون دول برضو ما عندكيش فكرة عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليه لبط ومش هتجيبيها البر. وليه؟ زعلتك وليه قوي واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شويه. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا يا حد؟ لا الحكومه عايزه تصبر ولا البنوك عايزه تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعاده الباشا، الصوره اللي انت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا استاذه موجه يعني صورينا عشان انا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها يلا ابتسم بقى يا باشا ابتسم. امشي انجر من هنا انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي. وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان فيه طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، الفستان قصير ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوس وانا حاملك. طب وديني ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك. انك انت استفرطت بيا؟ لا هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. انا مش حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي 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 استنى يا لطفي 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 اكيد فاهم غلط. لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعشين من هنا، تعشين من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي ماشي. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي ماشي. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي يلا. الولاية دي مجنونة يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزقات. مهزقات؟ ايوه يا باشا سيادتك يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضية وعلى المليانة. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجة. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رافض. ايوه يا باشا. اهم حاجه في رجل الاعمال انه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك انت اخويا. عنك انت. ايوه عارف رجل الاعمال لما جيله فرصه لازم يتبت فيها يمسك فيها ثابت ما سيبهاش. ما سيبهاش ابدا. يا سلام.
بلاش. بص احنا نرجع كل حاجه مطرحها. ها لحد اقول لك حاجه ولا كل حاجه ترجع زي ما كانت لحد اقول لك انت مالك عملت؟ ها اتفضل اتفضل كل حاجه ترجع اتفضل. هنسيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجة عشان متهيألي بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. أنا بقول أنام هنا أحسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا أوضتك موجودة يا باشا. آه. ما يصحش يعني. طيب. طب ما نلبسها قميص نوم ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. تحب تنام كده. اه. اتفضل. لطفي استنى يا لطفي يا لطفي. هي دي بقى الطاهره الشريفه يا استهانم؟ ها؟ لطفي. دي زي القطه المغمضه يا لطفي. دي ست منحله، ما كلفوش نفسهم حتى يقفلوا باب عليهم. معقوله مهجه تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متاكده ان مفيش اي راجل في حياتها. وانا زي العبيط لهبل واخد لها ورد وداخل عليها الاقيها بنت ال... لا ارجوك ما تقولهاش بليز، ما تخليش الشك يدخل جواك. شك؟ شك ايه يا مدام؟ ده احنا الاثنين دخلنا عليهم ولقيناهم مقطعين بعض. ما تقولهاش بليز يا لطفي، ما تقولهاش. ده هي تحت وهو فوق يا هانم، هي تحت وهو فوق. دي أوضة المرحوم يا باشا. بقى مرحوم كان بيسيب لقطة القشطة دي ويجي ينام في الأوضة دي لوحده؟ عز بقى يا باشا. أنا نفسي أتجوز مخصوص يا باشا. عشان أنام في أوضة ومراتي تنام في أوضة تانية خالص. تعرف يا رافض، أنا كمان نفسي أتجوز عشان أنام في أوضة ومراتك تنام في أوضة تانية خالص. إيه. إنما أنت ليه يا رافض ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ قرين فتحة من 9 سنين يا باشا. 9 سنين؟ ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة؟ جواز أصلها متعسرة شوية. الله، أنت كمان متعسر؟ الدولة مش عايزانا نتجوز يا باشا. ليه؟ أنت خطيبها من حركة كفاية؟ لما تبقى الشقة التعبانة أوضة وصالة ب80,000 جنيه تبقى الدولة مش عايزة. لما الفرح المعفن يخش له في 10,000 جنيه يبقى الدولة مش عايزة يا باشا. لما المرتب يخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيه الشهر ناكل عيش حاف ده لو لقيناه يبقى الدوله مش عايزه يا باشا. يعني ابوها وامها موافقين؟ طايرين بيا يا باشا. والبنت بتحبك اكتر من عمرو دياب سيادتك، وبتجيب لي دباديب كمان. دباديب؟ اه. والدوله هي اللي مش عايزه؟ ايوه يا باشا. مين بالظبط في الدوله اللي مش عايز؟ ما كلهم حبايبنا. ما توديناش في ده يا باشا، يعني ما توقعناش في الغلط سيادتك. طب ما تروح للكبير. كبير مين سيادتك؟ ما تروح للرئيس. نعم. نعم ايه؟ تروح لرئيس الجمهورية. سيادتك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني؟ يعني سيادتك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وعلية والابني وكندريزا رئيس. الله، مش رئيس؟ لا يا باشا سيادتك، ده انا طب ساكت يعني، انا اقف قدام الرئيس وجها لوجه كده ده الكلام ما يطلعش يا باشا. تعال اعتبرنا انا الرئيس. قولي اللي جواك. يعني وقال سيادتك مالك يا ابني في ايه؟ اصل سيادتك يعني ليك هيبه يا ريس يعني. طب قول مال. بالنسبة يعني لتهاني يا ريس. تهاني مين؟ سيادتك مش قلت تعرفها؟ تهاني. أنا بقول نفسخ الخطوبة وكل واحد يروح لحاله، يعني هي الدولة مش ناقصة سيادتك يعني يا ريس. ليه يا ابني ليه؟ أنت مديون بكام؟ بلاوة يا ريس، 1270 جنيه كل شهر قصاد بس. عندك سيادتك 350 جنيه قسط التوك توك؟ توك توك. ايوه التوك توك، زائد 170 جنيه قسط الموبيليا اللي انا بعملها في المناصره، ده غير المنجد. منجد؟
حد برضه يقول للريس منجد؟ ما انا خلاص طهقت يا ريس، طهقت، مقفله في وشي زي الدومنه، والحكومه نازله بتصريحات وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحق والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقه دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح منها يا ريس. يا ابني انت عندك مشكله تهاني، انا عندي مشكله 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس، حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلمه على موضوع تهاني. تهاني اه. انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس. في انتوا عاملين عزا ليه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. اه يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكم فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست عليا؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني فيك حبة كلام كده يخصوا ثروتك، مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكدبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره؟ ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بوداننا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. الله يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. هنشتري عشيز للدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض هو انا طول. ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد
والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسامير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر. هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. لو وادي الحلزونة يبقوا كل على بعض 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة قوي، ابيع نفسي دي ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضه، فليسقط الشعر دي احنا ناخدهم الاثنين شهر و75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحر بقى عندي. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك واعمالك. اعمل ايه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده سعادتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده سعادتك، لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي ان انا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بينقل جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيدي الرئيس، لقد إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فوضى. أيوة حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بإيه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، انا بس عايز ارد على الاخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الايجابيه. من 4 ايام في قطر طلع من الجيزه وصل العياط زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعه لا، نيجي لرغيف العيش اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن بخمسة قروش زي الفل، ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوقي يا حاجه.
دوق يا معلم، دوق دوق دوق، ما يهمكش. هو ايه المشكلة في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لأمه بياكله قبل ما يروح بيتهم، أمه تسأله قولها مليان مسامير ومليان إزاز. يا جماعة هي دي المشكلة. الإخوة الأعضاء الأيام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. امال هو بيقولك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاي منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحة للشعب المصري. نيجي بقى للإخوة اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في أقسام البوليس. أنا هقول لكم على حاجة حصلت معايا أنا شخصيا. أحد العمال اللي عندي قفشوه في لبنة ودوه القسم. بعد يومين ثلاثة قلت أروح أخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الأرض شيل وعاملين له تورتة وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل قسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى الاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، إنما الفرخة قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله أطرح يولع يعود يعملوا لك دوشة. ما تخصخصوها وتريحوا نفسيكم. أنا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوة دي كلها. سكك حديد مرجان، أنا هدفع للدولة مبلغ محترم واشتري السكة الحديد، وتسيبونا بقى إحنا والقطراء نخبط في بعض. عظيم، إحنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فعلا يا سلام. أنا بشكرك يا مرجان بيه. على إيه يا فندم؟ يا خبر أبيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادره اوصف لك قد ايه كنت فخوره وانت بتاخد الجايزه. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخه. وبعدين يعني انا عايزه نسخه تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخه اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت
أكبر نسبة مبيعات في تاريخ الأدب العربي. طب مفيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايز أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي، أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايز أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة. ندوة؟ الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رأيك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزة الدولة في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزلة. ايوه انا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. اقول رأيي فيها يا دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة ادبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي الساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا إيه تقييمك للديوان؟ لقد استطاع الشاعر مرجان أحمد مرجان أن يكسر كل تقاليد الشعر، أن يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي أنا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. سرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونه عشان الحلزونه عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟
بكام؟ بكام؟ الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الاستاذ عدي والانسه علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه. لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ ايوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرجان. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرجان، اتفضل. استاذ مرجان، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرجان. امال الحكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المالية وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطيه اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي انا، حق عليا اللي سبت شعبه كله عمال اسمع واحد فاسل زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخليه كان علقك. معلش يا باشا من غلبي، انا اصلي على باب الله يا ابني. كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتك في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. نورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رافت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رافت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رافت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه؟ ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتم مقضينها بقى شهادات ومفيش جوائز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط
وانا معاد هنا بالصد. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا درافة؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصة اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال، والله ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ يا راجل اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، تهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شوية فول بقى يا باشا، عمولة مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسة الجدوى بتقول ان القناة الفضائية هتخسرنا كتير. الله، مش انت قلت لي ان اي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة اعلامية عشان تسندها؟ كوباية مية لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجة مهمة جدا. المؤسسة الاقتصادية نفسها منهارة، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسة اعلامية تسند الاقتصادية؟ هذا سيزيد الانهيار بلا كده. وبعين يعني كما تعلمنا مع حضرتك ان دراسات الجدوى، مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصادية، وانا بتكلم من مطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يلا رفض مالك. انا اسف جدا يا فندم، ستك انا اصلي اول مرة بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك. أيه. انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس يدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية؟ ده انت الاحمرية، انت بالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك، احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العباسة دي؟ ايه لها؟ يلا ادي بقى دي حبت ريحتها معفنه ومنتنه. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع لحتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى.
غريبة. هتقلع القميص وهتقلع البوكسر هتقلع يعني هتقلع كل حاجة فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي دي ست مش كويسة قذرة سافلة منحطة طب استنى بس يا لطفي نديها فرصة تانية فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا الست فاضيالنا اساسا عايزين نشوف ايه اكتر من كده ده هي فوق وهو تحت هي فوق وهو تحت لطفي لطفي استنى يا لطفي محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجة هنا اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا تاخدي عنباية حمراء ها وناخد عنباية صفر أكيد برضه يعملوا حاجة الأصفر مع الأحمر أولاً يا محسن بيه أنا بعتذر جداً طب ما تيجي أنت بقى تاخدي إيه واحدة حمراء وواحدة صفراء ها؟ وناخد إيه واحدة صفراء وواحدة حمراء كوكتيل وإيه هم يا ماما أولاً يا محسن بيه أنا بعتذر جداً من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك أنا مش عايز اعتذارات أنا عايز فلوس تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك أنا بقترح أنت ما تقترحش اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي ها مش عايز قلب دماغ وحياتك حبته هنا ولا إيه؟ لا ماشي بقول لك يا انا خد دي اديها هديه الموجه هاني اتفضل سلام ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده ايه بقى لا دي تعور والله يعني بلاش بلاش بعدين خليها بقى صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت ها مش هموندي معي شوية اسف يا باشا العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك المفتاح لو سمحت انتحر الحوار على كده بقى الله عشان خاطر الحاجة بتعرف يا باشمهندس هتحقق القعدة جنبك دي جوزها مفتري دي لا دي ايه دي عمرها الافتراضي خلص لا اللي جنبها اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت تقوم سايباله البيت وغضبانة ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني بلا وترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله يا ابني استهدى بالله ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامة يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجة ولو غرقت يا سيدي هديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص
لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فلتو ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الرجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر؟ كله يأمن على بطايقه واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. هلا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جايلك. ها جايلك اما اشوف انت مين. حلو اوي، هنقضي السهرة صباحي مع بعض. قول انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معاكش بطاقة كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا 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 اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامحك. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر. عمرك يا باشا. مع الف سلامه. رأفة تهاني عايزه كل حاجه مظبوط. عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي. عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة. لطفي بيه ده راجل هايل. ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان. قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. نعم. انت رايح فين؟ حاجه غريبه، حد يسال واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشك. لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي. كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. أمشي واسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت تهاني يلا طلعوا برا. محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازاي؟ لا 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 معقولة، ده رب تعيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله. كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات. جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى. وعملت ايه؟ ابدا، جت استلفت من امي. يلا برا برا. طب ثانية واحدة. برا ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي برا انت وهو. يلا والله عيال زي الفل. انا بحب العيال دي قوي. بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه الصعبه شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جايه دول وناكل لقم خفيفه وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونه؟ ولما الجنونه بتركبني ما بشوفش قدامي. لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟
شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن هنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استنى بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن مليار ومئتين. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان ازق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجه واحده يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجه دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ صدقني يا محسن بيه، احنا في البلد دي احسن من غيرنا كتير، بس في ناس بتحاول تغمق الصوره شويه. تغمقها ازاي؟ دي بيضه وزي الفل، دي قشطه. احنا مشكلتنا ان احنا لازم نحب البلد دي اكتر شويه، وعلى قد ما هنديها هي كمان هتدينا اكتر. طبعا احنا كل ما نديها كل ما تنبسط اكتر. يا سلام كمان لو نحط دماغنا على صدرها. على صدر مين؟ على صدر مصر. وهي مصر ليها صدر؟ انت مش بتسمع الغنيوه بتاعت شاده بتقول بننام على صدرها؟ شوف يا محسن ايه، حكايه الفلوس دي حكايه مهمه جدا، يعني لازم الواحد يشيل شويه فلوس بره وشويه جوه، عشان لو اللي بره ضعف البورصه تلاقي اللي جوه، ولو اللي جوه تصادره تلاقي اللي بره. كده برضو يا حبيبي يا هاشم. حبيبي بقول لك يا ام نصب ايه؟ عمر يا باشا. مين دي؟ دي دودي المطرب. دي مشهورة؟ مش قوي، عمل كليب واحد اتعرض مرة وتشال. تشال ليه؟ اسمه كان خارج شوية. خارج أكتر من كده؟ لا دي كده لمت نفسها خالص. طبعا أنا عايز أعمل لها شريط. شريط واحد؟ لا أعمل لها شريط، نجح نعمل لها التاني. عبد القوي من مباحث الاموال العامه. فين محسن بيه هنداوي؟ موجود شويه يا فندم. عايز اقابله ضروري. خير يا فندم. في اوامر بالتحفظ على قصر محسن بيه بكافه محتوياته. ليه يا فندم؟ اكيد في حاجه غلط، اكيد في سوء تفاهم. محسن بيه موفق اوضاعه مع كل البنوك اللي بيتعامل معاها، دي البلد كلها كانت سهرانه هنا امبارح. في ايه يا فندم؟ يا دوب سواد الليل. محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه، محسن بيه. ايه ايه؟ في مصيبه بره. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ بوليس الاداب؟ لا مش بوليس الاداب. طيب ده اللواء دشيش عبد القوي. دشيش شيء دشيش مين؟ اللواء شريد عبد القوي من مباحث الاموال العامه. جاي عايز ايه؟ عاوز يحط ايده على القصر بكل محتوياته. احنا مش مسهلين كل حاجه مع البنك ومجدولين. ومجدولين وبنسدد، بس يعني زي ما تقول تعثرنا شويه، علينا مبلغ لا يذكر حوالي 800 مليون دولار. انا اللواء شديد عبد القوي، اتفضل معانا يا محسن بيه. طب بس نغير هدومنا لو سمحت. انت اسمك ايه؟ فرج.
يا فرج هات الجسترينج بحياتك. الجسترينج الجسترينج مش ده؟ ايوه يا ابني دي بتاعت عينة بول الجسترينج البتاع الاحمر اللي هناك ده اللي هو اللي عارف فيه بتاع فيه حتة حمرا كده. ايوه هو ده هو ده الجسترينج؟ ايوه هو ده الجسترينج. تلبسه فين ده؟ ها؟ تلبسه فين ده؟ في العضل. هات هات البوكسر البوكسر مش البوكس البوكسر اللي هو الشورت التحتاني ده. ايوه جدع 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 قوي. طيب تفضلوا حضراتكم عشان لسه المدام هتلبس جورو بوكس وانا جاهز. اتفضل اتفضل جهزنا خلاص؟ اه تمام تمام. فاصل على الباشا اتفضل اتفضل. شغلنا في البلد سليم. وقد قررنا نحن نيابة الأموال العامة تعيين السيد محسن هنداوي حارسا على القصر بكافة محتوياته واعتباره أمينا عليه، وأي تبديد لأي شيء مما ذكر في هذا المحضر سيعرضك للمساءلة القانونية. امضي. يا بيبي أنا مش شايف أي مبرر للي بيعمله البنك معايا. أنا أكبر عميل لبنك الأمان. القرضين الأولانيين أنا مسددهم بالكامل مع الفوايد. اتعثرت في 16 قرض التانيين. حصل إيه؟ فيه إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وأديكوا اتحفظت على القصر، يعني ضمنتوا حقكم. في بقى 600 مليون تانيين حضرتك أخدتهم بضمان المصانع والشركات. يا سعادة الباشا مصانع هنداوي وشركاته نار على علم. انتوا كده بتهربوا المستثمرين من عندكم في بيروت مثلا، في لبنان بيدوا قروض للستات عشان يعملوا عملية تجميل. اللي عايزة تكبر حاجة، اللي عايزة تصغر حاجة، اللي عايزة تشد. والبنك بيديهم بدون ضمانات. امال ايه؟ ما هي اصلها لما 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 هتكبر واخد بال حضرتك وتشد وتصغر وتطول وتأثر هتبقى مضمونة 100%، هتسدد للبنك على طول. يا فندم احنا كل اللي طالبينه مهلة كام شهر وهنسدد على طول. من غير ما نشد ومن غير ما نطول ومن غير ما نأثر ومن غير اي حاجة. طيب احنا هنعمل اعادة تقييم لأصول الضمانات وهندرس الموقف ونبلغ حضرتك بقرارنا. لا 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 الحقيقة احنا عندنا كل حاجة. ده مصنع هنداوي للحديد والصلب، ده أول وأكبر مصنع للصناعات الثقيلة في مصر والشرق الأوسط كله. بيه يا أم إبراهيم. بيه أم أحمد معاكي؟ موجودة يا بيه. افتحوا البيبان. حاضر يا بيه. دول كل البرودكشن مانجر بتوع المؤسسة كلها. حديد هنداوي يا باشا هو اللي موقف الكباري والأنفاق، وهو كمان اللي عامل الدائري والمحور. حديد هنداوي هو اللي عامل اللبنة الأساسية في البنية التحتية بتاعت مصر كلها. أنا مش شايف أي حديد خالص. لا أصل النهاردة أصل نص يوم يعني بنشتغل بنص القوة بس يعني. شوية شغل كده يلا يلا. أيوة شوية شغل حلوين كده على مزاجك. شوف حضرتك يعني. صلاة النبي شوف النار طالعة إزاي؟ شوف النار. كمان شوية نار حلوين. أيوة. بس 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 كويس أوي. يا حلمي. كم حديدة كده من النار بتاعتهم التليفون في حتة مبلولة والباكج بتاعنا ويوصلوا لبيوت السادة المحترمين عشان الأولاد يحبوا يلعبوا بالحديد وهو بيعمل نار كده وبتاع. حاضر حاجات زي كده. ده بقى يا باشا ده صلب من أفخر أنواع الحديد في العالم. ده بنصدره لبلجيكا. ده خشب يا باشا. ده خشب يا باشا. خشب. ما هو الخشب ما هو ده بيبقى خشب على الصلب بتاع بلجيكا، لان في مشروع بنعمله ان شاء الله. بنعمل كوبري من هيبتدي ان شاء الله من البحر الابيض للبحر المتوسط للبحر الاحمر للبحر الاسود للبحر الميت، وبعدين ينزل بقى يعدي بحيره طبريه وينزل من تحت قناه السويس ويخترق الصحراء الغربيه لغايه ما يوصل لغايه حدود تشاد، ومن حدود تشاد لراس الربيع الصالح. هيلاقوا هناك موقف عربيات
اللي عايز يركب بقى يروح اي حته يروح هناك. مش حلو قوي قوي. لا مصورات بسرعه. ده مصنع هنداوي للدخان، ده اول واكبر مصنع للدخان في مصر والشرق الاوسط. الحقيقه احنا بنعمل تطوير في المصنع دلوقتي عشان ننتج معسل كيوي، لان اتضح ان الاقبال عليه في السوق شديد شويه. ممكن ندخل؟ نعم ندخل. انا بقول بلاش، انا عشان دخان، عشان صدر حضرتك. لا يا سيدي ما تخافش. دول خبراء اجانب اسمهم الخرمونجيه، دول اللي بيحددوا نوعيه الدخان اللي تعدل دماغ المستهلك. للاسف انا كان نفسي اقدم حاجه بس الدخان كله سحب. يا حلمي. امر يا فندم. علبه بتاعتنا من الانتاج الجديد مليانه كيوي. كيوي مليانه كيوي، تروح للاولاد في البيت عند الباشا. تيجي صور يا فندم. تيجي صور بسرعه. اولاد مين؟ اولاد حضرتك، هيعجبهم قوي. ده مشروع هنداوي للثروه الحيوانيه، ده أول وأكبر مشروع للثروة الحيوانية في مصر والعالم العربي. ده للإنتاج الكبير، ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوفرة في الأسواق. المعزة دي بتدي 3 معيز في اليوم. في اليوم الواحد بتجيب 3 معيز. يا حلمي. أيوه يا فندم. بطلع لك معزة صغيرة، ها؟ تحطها باكج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت. ها؟ أولاد مين؟ أولاد مين؟ والبطة، هات بطة قسمها وتوديها للإخوة في البيت. ها؟ قطع البطة كده حتت حتت، بس حتت تكون كويسة وتوديها للبشوات في البيت. يلا نطلع وهو من هنا. مين دول يا أبو مصطفى؟ مش عارف. إحنا الغفر بتوع سليمان بيه صاحب الأرض. هات الباز يا حلمي. في ايه؟ في ايه؟ بقول لك انت مين؟ انت بعد كده في ايه؟ هات سكينك. انت عايز ايه؟ باز يا حلمي. ايه يا استاذ حمدي؟ حليتهم عامله ايه؟ دول بيدلعوا يا باشا. شويه كسور على تربانه، على كام جزع، على كام خلع. ده احنا بيجي لنا حالات خلصانه. وعملت لهم ايه؟ عملت لهم شاي. شاي؟ عملتها اشعه؟ نعم اشعه. اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. ايه يا باشا؟ لا عايزك يعني شد حيلك كده وتخليك يعني التكبير بتاعك. يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بعد كده، عايزين تبقى كلها ان شاء الله. اهلا اهلا. مالك؟ لا حول ولا قوة. استشهد ولا اشهد لا اله الا الله. طلب اخير يا باشا، ابو سيدك. طلب اخير؟ اخير. عايز ايه؟ شوف ولادي. شوف ايه؟ اشوف ولادي، اشوف ولادي. لا هنا الزيارة ممنوعة الحقيقة يعني. استنى. ايه؟ عايز مراتي. عايز مين؟ عايز مراتي. مراتك؟ هتعمل لك ايه مراتك دلوقتي؟ ده انت منايل ب60 نيل، انت فيك حيل. مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا الجدول. الاداره الجديده متربسه قوي. هو في ايه؟ هي البقره لما بتقع بتكتر سكنها؟ هم هاجوا علينا فجاه كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا. تعصرنا شويه، ايه يعني؟ الدول نفسها بتتعصر. نظام باشا في انتظار سعادتك. مساء الشكر يا باشا. السفير الامريكي عنده جوه، اول ما يخلص سعادتك هتخش على طول. هو متعسر اخر؟ هو مين يا فندم؟ السفير الامريكي. ماله؟ لا مفيش. بنك الامان قلب اصله معاك، حب يعمل لك شويه شوشره. ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشده، وانت جاي لي عشان نرخي الشده دي شويه، مظبوط؟ نظام بيه عبد الدايم طول عمره مظبوط. قول لي بقى، عباس شريك ابن سيادتك اخباره ايه؟ تمام تمام، ده حتى هنا من الصبح. ياه اهو شرف يا سيدي.
اهلا بابو شريكي وحبيبي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك بغبط؟ ازيك اخويا؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ انت ما بتجنيش الشركه ليه؟ سيبني واقول لوحدي يا راجل. هو بقى في سنه ايه دلوقتي؟ بقى في سنه ثانيه ابتدائي يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نجح في سنه اولى. الواد ده لازم تبخروه. اقعد يا عباس قبل ما اخلص مع عمك محسن. ايوه يا باشا. دي ملاهي هنداوه يا باشا، وزي ما سيادتك عارف دي اول واكبر مدينه ملاهي في الشرق الاوسط. دي مكلفه فوق ال 40 مليون جنيه. راحوا يقدروها ملاهي؟ انا عايز اروح ملاهي. ده ثلاثه بالله العظيم هراجعها من بكره، هتبقى ملاهي بوبس. ايوه ايوه يا محسن بيه، بس مش معقوله يعني هتدي الولد هديه مدينه ملاهي؟ يا عم خلي العيال تلعب. دي ضربة معلم يا محسن باشا، دي معجزة. بشرفي انت ساحر، ايه اللي حصل ده؟ لهجة البنك اتغيرت خالص. جنبي لسه قافل معايا، جدولوا لنا القرض وزودوا لنا المدة. عشان تعرف انت بتشتغل مع مين يا متر. سيادتك لغز كبير قوي يا محسن باشا، نفسي اعرف احله. بوبوس. نعم؟ بوبوس. نظرية اقتصادية جديدة؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية 100%. على فكرة يا باشا أنا كده متفائل قوي. متفائل بإيه؟ إحنا لينا فلوس بره كتير قوي، لو لمينا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان. أهم دول كبار رجال أعمال في البلد، اللي عنده 200 مليون واللي 130 مليون ومشاريعهم شغاله وعايشين ملوك. روح خد فلوسك منهم انت احق بيها دلوقتي. مين الاولاني ده؟ ده كريم ثروت. لنا كام؟ 45 مليون. انا لساني اتلوى معاك. غلبت اقول لك ما تتعاملش مع البنوك المصريه دي. دولت ناس ما لهمش في البيزنس ولا يعرفوا اي حاجه في البيزنس من اساسه. وقلت لك كمان حط فلوسك في بنك مانهاتن. دولت ناس كوريكت بيس وبراكتيكال. عايز تجدول يجدول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اي بيزنس مان مع بنك مانهاتن حاسس نفسه سيف اند سكيور. نصيب بقى ثروت. ال 45 مليون دولار بتوعك هكتب لك بيهم شيك على البنك مانهاتن. اسف جدا نسيتهم. اي بيج يور باردن. متشكر يا ثروت. ايه الصوت ده؟ ده صوت مراتي. هي مراتك بتولد؟ الحاجة طلعت يا ثروت! بنت انحرم! خسرنا كل حاجة! بنك منهاتن فلس وفلوسنا كلها راحت! يا مراتي! يا مراتي! طب يا ثروت اجي لك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها. يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلاح دار اللي في الزمالك، عارفها؟ هو في حد ما يعرفش هاشم بيه السلاح دار يا باشا؟ عنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها. بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخد الفلوس بتاعتنا اللي عنده. ربنا يسمع منك يا باشا. هاشم بيه موجود؟ ايوه يا فندم. قول له محسن هنداوي. اتفضل حضرتك. بعد ما خسر فلوسه في البورصة هو عمل حل. حبيبي يا هاشم. ولا سبت حد لما رحت له؟ ده كلهم متعسرين. رحت لفتح الشواتفي لين عنده 9 مليون وكسور. رحت له عنده زهايمر
اول ما شافني قال لي ازيك يا فاطمه، افتكرني امه. طب بس 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 عطيه ابو سريع. مين عطيه ابو سريع؟ عطيه ابو سريع بتاع الادوات الصحيه، او ده بقى لينا عنده كاش يعدي ال7 مليون، ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتوا خدتوها مع بعض. ايوه احنا لينا فيها النص، والفيلا دي تعدي دلوقتي ال40 مليون. حبيبي هاشم. هاشم مين؟ انا بكلمك عن عطيه ابو سريع. مو هاشري بس حبيت جس نبلور با نفي با كوم سا شري جي سوي مالغ سان في ريان سان في ريان شري ميرسي اوي تفضل. كل يوم يعدي علي اصعب من اللي قبل. من يوم ما دفنته حسيت ان انا دفنت معاه. بعد الشر عليك يا موجة، مش معقولة تفضلي تعيطي عليه بقيت عمرك، انت في عز شبابك وقلب راجل بقى يتمنوكي. بس تعرفي عطية الله يرحمه كان واطي واطي قوي، ما سابش واحدة من اصحابي دول ما حاولش معاها. كتيرة قوي كنت اقفشه بيلعب في مناخيره، اقول له بتعمل ايه عطية؟ يقول لي بتسلم. وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامل، يقعد يفعص فيهم يفعص فيهم، لما تتفعص يحط اصبعه في بقه بيعمل صوت بشع وهو بياكل. كنت برجع، لكن انا بصراحه غفرت له كل حاجه بعد لما مات. هفضل مخلصه له بقيت عمري كله. بس تعرفي بقى اللي فريمون جانتي طلع ذوق، مات بدري الحمد لله. راجع هاني تشري؟ سيل فو بلي رأفت كابوتشينو سان سكر. مرجع هاني؟ فرابتشينو بس من فضلك في المج الاسود بتاعي عشان انا حزينه. ربنا يجعلها اخر الاحزان. اوكي ماشي. على فكره لطفي الماس بقى هلكني هيموت عليكي كل يوم موجع موجع موجع. بليز بقى هني عليه شويه. ما يصحش ده كان صاحب جوزي. الله وده يمنع. وما تنسيش كمان ان المرحوم ميت وهو مديون له 100 مليون جنيه والراجل من جانتياس بتاعته ما فتحش بقه لغايه دلوقتي. وعلى فكره جايب لك كلية ديامون يجنن يجنن سينيب الجاري. تعرفي انا ظلمت لطفي معايا، يا ريت تبلغيني انا بكن له كل احترام. يا دكتور ودلع تعملوا ده يا حيوان. دي نانسي عجرم حضرتك. في عزة؟ لا في الكاسيت. شيل ده بسرعة. حاضر. قولوا